السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ كنتمنى تكونوا بخير. اليوم في هذا الفيديو هذا غادي تشوفوا معايا بريوات صغيورين بكاوكاو والسيجار. كنتمنى من الله تعجبكم هذه الوصفه هذه وتقبلوا عليا، وما تنساوش تابوناو في لاشين عندي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وما تنساوش تخليوا لي لايك الى عجبكم الفيديو وكومونتير. وغادي نخليكم مع الفيديو، خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للكاوكاو، العقدة ديال الكاوكاو، خديت كاوكاو فزكتو مزيان في الماء، زدت عليه واحد المعلقة ديال الروح ديال اللوز وخليته حتى شرب مزيان داك الماء، ومن بعد يعني نشفتو شللتو بطبيعة الحال ونشفتو، خصو ينشف مزيان، ومن بعد كتقليوه في الزيت ديال اللوز اللي قليتو فيها اللوز. ديجا قلتها لكم في الفيديو ديال الأثمنة السفوف وداكشي، قلت لكم بلي كاوكاو كنقليه في الزيت اللي قليت فيها اللوز باش كيجي من السم. من بعد كطحنوه، خصو يجي بحال هكا كما كتشوفوا عقده، يعني ملي تشدوها في يديكم ما تلقاوهاش حرشه، خاصها تكون رطبه بزاف، يعني بحال بيوري كتكون رطبه بزاف. من بعد زدت عليها الزبده كما كتشوفوا، ما تزيدوهاش وهي دايبه، زيدوها هكا وشويه ديال القرفه، يعني كننسم هذيك العقده، كندير شويه ديال القرفه، وغادي ندير شويه ديال المسكه حره اللي طحنتها مع سنيده، وغادي ندير شويه ديال الكوزه وشويه ديال المزهر. صافي، وغادي نعجن هذه العقده مزيان البنات، يعني كنعجنها مزيان بيديا باش حتى ديك الزبده يعني ما تبقاش، نحاول ما امكن ان ديك الزبده يعني هكا نمعكها مزيان مع ديك العقده وما تبقاش شاتبان اصلا. ملي غادي زعما ملي غادي نقليها راه ما غاداش تبقى. كما كتشوفوا هنا كنزيد هاد شويه ديال المسكه حره مطحونه مع سنيده، شويه ديال ما زهر، غير شويه ما تكتروش، جهد معلقه كبيره، دابا غادي نعجن هاد العقده هادي، نعجنها مزيان. بالنسبه لهاد بريوات البنات تقدروا تخلطوا، مثلا ديروا اللوز وديروا كاوكاو، اولا ديروا اللوز بوحديتو يعني على حساب الامكانيات. انا اختاريت انني نديرها غير بكاوكاو لانه رخيص في الثمن، و يعني كيجي زوين صراحة. المهم انا غادي يعني غادي هكا نمعكها مزيان بيديا، وعاد غادي نشكل بريوات ديالي والسيجار. البنات بعد ما عجنت يعني عجنت ديك العقده مزيان، المهم خليتها تريبوزا واحد شويه، خديت هنايا الورقه كما كتشوفوا، غادي نحاول انني نطويها على جوج ونحاول انني نقطعها شرائط. بالنسبه لهاد الورقه هذه النص غادي نديرو بريوات والنص غادي نديرو سيجار كما كتشوفوا، غادي نحاول انني نتنين ورقه ومن بعد غادي نقطع شرائط اللي كيكونوا يعني متساويين
صافي وغادي نبقى نعمر. وحاولوا ما امكن الورقه اللي كتشيط ديروها في يعني في بلاستيكه باش هكا ما تنشفش لكم من ديك الزيت. دائما كنعبر انايا باش كتجيني الورقه مقاده وكتجي بريوه حتى هي مقاده. الا بغيتو تكبروا بريوه كبروها، بغيتو تصغروها صغروها. من الاحسن البنات تصغروها، لان البريوه ديال يعني هكا ديال العسل ضروري تكون شويه صغيره، ماشي بحال البريوه المالحه كما كتشوفوا البنات. دابا غادي ندوز باش نوريكم كيفاش كنطويها هي والسيجار.
البنات بعد ما كملت البريوة والسيجار كما كتشوفوا في الطوية، وبعد ما سديتهم مزيان ضروري تسدو مزيان البنات باش ما يتحلوش في القليان. صافي شعلت على الزيت يعني حتى سخنات مزيان، ومن بعد نقصت البوطة وبديت كنقلي يعني بشكل عادي. كتحاولوا ما امكن، بريوة البنات كتبغي تتحرك حاولوا ما امكن تحركوها، كل شوية حركوها باش ما تجيكمش يعني دايرة طايبة من جهة ومن جهة، لا يعني تجي في لون واحد. صافي ملي كتقلى وكتاخد داك اللون الزوين ديالها كنحيدها يعني كنصفيها مزيان من الزيت، وكنحطها مباشرة في العسل يكون بارد بطبيعة الحال، لان هي ملي كتكون سخونة خصو هو يكون بارد او العكس. كما كتشوفوا بعد ما خدات داك اللون الزوين كما قلت لكم ذهبي، كنديرها في العسل وكنخليها تشرب العسل. ضروري البنات تشرب العسل مزيان، يعني ماشي غير تحطوها فيه وديك الساعة تهزوها، لا ضروري تخليوها في العسل باش يدخل معاها ويشرب مزيان، يعني بريوة تجيكم معلكة من الداخل وتجي زوينة، وكذلك السيجار حتى هو. صافي هادشي اللي كاين البنات. مني كتشرب العسيلة مزيان كنحيدوها كنسقطروها، يعني كندير واحد الصفايه وكنسقطرو بريوه والسيجار، ومن بعد كان يعني زوقتهم بصراحه انايا غير بجنجلان من الجناب. تزيين كيبقى على حسب اختيار، ديروا لوز ايفيلي او لا كاوكاو او لا جنجلان او لا خليوها عاديه اللي بغيتو. وهادشي اللي كاين البنات، كنتمنى من الله يعجبكم هاد الفيديو. والله القسم هاد الفيديو هذا درتو على قبلكم، يعني درت غير كميه قليله على وديتكم، اما داكشي ديال رمضان فراه مازال الحال عليه. يعني كنحاول نحط لكم فيديوهات هكا على قبلكم نتومايا، وكنتمنى تقبلوا عليا البنات، وكنتمنى يعجبكم هاد الفيديو هذا. وهادشي اللي كاين البنات، ما تنساوش اللي كيشوف لاشين ديالي لاول مره يتابونا عندي بطبيعه الحال، عجباتو يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد ديالي. خلي لي كومونتير ولايك بطبيعه الحال، وشكرا بزاف 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 على الاشتراكات ديالكم وعلى التعاليق ديالكم ولي لايك ديالكم، شكرا لكم بزاف بزاف البنات. تهلاو ليا فريوسكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. بسلامه عليكم.